السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. كنز في كل بيت. هذا ما أعتقد أن في بيت في الكويت ما يكون عنده هذا الكنز. إذا ما عندك اركض حق الوالدة الله يحفظها، راح تلقاه عندها أحمر شحلاته كذي سوا، وأعتقد أنه من النوع أو الحجم الكبير في العادة عشان حروفه تكون كبيرة. أتكلم عن حصن المسلم. حصن المسلم يعتبر كنز. الأغلبية ترى مو مفتشين عدل شنو فيه. أقول لكم، في يوم من الأيام أنا ومثل البشر الآخرين مريت على قولتهم بأبس أند داون، فوق وتحت، يوم زينة يوم حزينة، يوم عندي مشكلة يوم أحد ظالمني يوم أحد مضيق خلقي، يوم ويوم ويوم، بشر. الله سبحانه وتعالى في وقت ما كنت في ضيق ويعني وشوية مشاكل وضغط، فيسر لي سبحانه وتعالى أني أنظر لهذا الكتاب وتصفحه، وفعلا فتشيته وقعدت أقرأ. عيني طاحت على صفحة في خلوني أشوفها دقيقة معاكم. صفحة يا محفوظين السلامة، إذا الصغير بالقطع الصغير 85، والدعاء رقم 37، عنوانه دعاء من خاف ظلم السلطان لا يطوفكم. شوفوا، والحين أنا إن شاء الله راح أقول لكم عقب ما يخلص شنو صار معي. الدعاء هذا تقولونه مرة واحدة، سمعوا معي. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من فلان بن فلان وأحزابهم من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا ينقال مرة واحدة. عقبة نقرأ هذا الدعاء الثاني 3 مرات وربع. سمعوا معي. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر فلان بن فلان وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. نكرر هذا 3 مرات. بعدين شنقول؟ اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم نجعلك في نحرهم ونعوذ بك من شرهم، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الدعاء لما أقرأ من بعد صلاة الفجر في بداية يومي وأنا قاعدة على سيارتي، أي أحد مضايقني، أي أحد معاديني، أي أحد حاط علي، أي أحد ما عنده سالفة إلا أنا، أقرأ بالاسم عليه وأشوف العجب. أولا ما لها شغل فيني أو ما لها شغل فيني. اثنين ما أشوفها طول اليوم، سواء كانت معاي أشوفها يوميا رايحة للمكان اللي أنا أبي أشوف فيه الشخص أو هذا الإنسان أو هذه الإنسانة. المهم أي أحد مضايقني ولا أقولتهم شرير ولا أنه ظالم ولا أنه يعني ما تخلى، وخاصة هالأيام كثروا، اقروا بالاسم بالاسم. هذا أنا صراحة وقفت كذي شعري بكش لما شفت إنه بالاسم واستخدمته، يمكن الحين صار لي فوق ما أبالغ يعني أكثر من 10 سنوات وأنا استخدمه، وعطيته ناس وايد استفادوا منه، وهو موجود عندنا كنز في البيت وإحنا ما نشوفه. أتمنى إن شاء الله يا ربي يفيدكم وتدعوا لي بالخير ويكون في ميزان حسناتنا جميعا. في أمان الله ومع السلامة.